فاروق سلطان يرد على الكتتني الخبر اللي قلناه في بداية الحلقة، وكان تعليق الدكتور الكتتني على انه مجلس الشعب لابد ان يحل باستفتاء، اظن قال كده. فاروق سلطان يرد على الكتتني: مجلس الشعب لا وجود له، ومرسي لن يتأثر لو فاز بالرئاسة. قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ردا على ما قاله الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب السابق ان المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب، ان المجلس اصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية. يعني الدكتور الكتتني قال ان المحكمة الدستورية لا تملك حل مجلس الشعب، رد عليه فاروق سلطان قال له المجلس اصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية، وان موقف الدكتور مرسي قانوني ولن يتأثر لو فاز بالرئاسة، ولن يتأثر بحكم حل المجلس لان وضعه في الانتخابات ترسخ قبل اي احكام. كنا عند الاستاذ ابو العز، وبعدين هنرجع كلام المستشار فاروق سلطان. معانا، انا اسفه جدا، ممكن مقاطعه بسيطه. اتفضلي. معانا سعاده المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنه العليا للرئاسه. اهلا وسهلا سعاده المستشار. الموضوع المطابع الاميريه والبطاقات المسوده مسبقا يا فندم، دي بتثير تساؤلات، هل عددها كبير؟ هل يمكن ان تؤثر على نتائج انتخابات الرئاسه؟ للاسف هي لن تؤثر، لكن للاسف انها حدثت. يعني لان احنا بالنسبه لنا احنا اي خرق للعمليه الانتخابيه تؤثر عليها بيبقى شيء مؤسف بالنسبه لنا، احنا نريد الانتخابات ان تسير على خير ما يرام ويبقى احسن ما فيها. العدد اللي موجود من حوالي من 800 ل 1000 بطاقه واكتشفت كلها لم تستخدم الا بطاقتين او ثلاثه على الاقل. من 800 ل 1000 بطاقه، مش 800000 بطاقه. لا لا لا، من 800 ل 1000. قالوا لنا 800000، فاحنا جالنا ذعر. كنا لغينا الانتخابات. ايوه الحمد لله. يعني 800 ل 1000 بطاقه مش مشكله. ايوه. انما القصه شكرا، اكتبوا يا جماعه الخبر ده من 800 الى 1000 وليس 800000. اكتبوا. ايوه. انما القصه ان يستطيع مجرم وانا لا اطلب الا بالاجرام ان يقوم بتسويد البطاقات اثناء وجودها في المطابع الاميريه ويقوم بتغليفها، لان احنا البطاقات لا تخرج مغلفه عن المطابع الاميريه، ويقوم بفض غلافها القاضي في اللجان، يقوم بفضات اللجان، فلا يمكن ان تصل اليها الهاتف الا داخل المطبعه او داخل اللجنه. بينهما تكون مغلفه، والقضاء اذا وجد الغلاف غير سليم يثبت هذا في محضر الاجراءات وامام المندوبين، ويقوم بفحص دفتر البطاقات. فكون ان القاضي يفض الغلاف فيجد ان هناك بطاقات متواضعه لصالح مرشح معين، هذا موضوع يؤسف له، وموضوع زي ما قلت لك لا يمكن ان يوصف الا بانه اجرام في اجرام. يعني القصه ان لولا يقظه وحرص القضاه اللي موجودين كان الموضوع ممكن تبقى فيها مشكله، واحنا ما اكتشفناش من التساعه وربع صباحا. احنا اكتشفنا هذه البطاقات التساعه وربع صباحا في هي بتنبيه على اللجان العامه بالمرور لفحص البطاقات، وتتارى بالنسبه لنا البطاقات المسوده، يفض القاضي الغلاف يجد داخلها بطاقات مسوده. والمشكله عشان بس ما حدش يتكلم يقول ان دي قد يكون خطا او انها تصوت لصالح مرشح واحد مش اكثر من مرشح، بغض النظر انا لا اقصد ان مرشح واحد يعني اسم بعيني، انما توضع امام خانه واحده، يعني لا توجد مثلا صوت باطل التسويد امام خانتين. ايوه انما التسويد امام خانه واحده. ده اللي استرعى الانتباه، لو احنا في تحقيقات زي ما قلت حضرتك بتجري على هي لصالح مرشح واحد ولا اثنين مرشحين؟ لا حضرتك، هذه البطاقات 32 بطاقه منها في مكافاه الشيخ لصالح مرشح، والباقي لصالح مرشح اخر. من ال 800 ل 1000 32 لصالح مرشح والباقي لصالح، يعني لزر رماد في العيون يعني. ما اعرفش حضرتك، انا برك لا استبق احداث ولا اقول شيء. ولا اقول شيء، انما هذا هو الواقع، انا اقصد الواقع اللي موجود. انا اعتقد ان يتعين علينا يعني في ذات طيب يا فندم،
التجاوزات اليوم، يعني احنا قرينا بعض التعليقات ان كان ناجح بنسبة 90% وان التجاوزات ما كانتش صارخة. ده حقيقي، بس انا كمان انا بلفت نظر لحاجه غريبه استغربتها اليوم حضرتك، ان طلعتني مواقع اخباريه كثيره باخبار عن حبر فسفوري يصل ازالته عن الاصبع، عن يعني مجندين او ضباط يقوموا بالتصويت، ودون ان نتلقى شكاوى. حتى لما قالوا اسم اثنين ضباط في احدى المواقع والجنهم، انا قمت بالكشف نفسي عن الاسمين، لقيت الاسمين سلام لكن المهن مختلفة. المهن واحد مهندس حر والتاني بدون عمل، كان طالب واصبح بدون عمل. ولقيت كمان حضرتك ان الاثنين دول مقيدين من الانتخابات الماضيه ويقوم بالتصويت، ولا يوجد شبه انهم كانوا ضباط في وقت من الاوقات. الحبر الفسفوري لم تجي الينا ولا شكوى من ولا لجنه، وانا قلت للصحفيين اللي بيتكلموا عنها قولوا لي لجنه، اي لجنه ونتوجه سواء وضع اضرار في الحبر الفسفوري ونحاول ازالته احنا الاثنين. اي فانا دي المقلقه، ان بي 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 في محاولة معينة لإشاعة حالة أو مناخ يدخل في الاقتناع بتزوير الانتخابات. أيوة. يعني أنا أعرف إن اللي عايز يجي يشتكي لينا، يروح للجان العامة. أيوة. إنما إن يبقى الشكوى للصحف والجرائد والمقلق، فأنا مع احترامي طبعًا لدور الإعلام. أيوة. دون أن يكون لها صدى لدينا، أنت بتهيأ مناخ عام لا أكثر ولا أقل. هو ده اللي أحزنني في هذه المرحلة، انه في محاولات يعني لترك الانطباع ان هناك تزوير. على فكرة من الاخبار الظريفة اللي قالها المستشار فاروق سلطان انه تلقى شكوى من عميد كلية الاداب بجامعة بني سويف. هذه المسألة بسببي انا شخصيا. بسببك؟ طبعا. الراجل ليه يا فندم؟ الراجل راح ينتخب ما لقاش اسمه. بالضبط. لان لما جالنا بين لان بعض المرشح من المرشحين ابتدى يبعت لنا الاف الاسماء ومئات الالاف من الاسماء، يقول لك مهندسين في قبض المهندسين وضباط ما اعرفش ايه وضباط. فحضرتك لقيت عميد كليه الاداب بقى ايه؟ لا يا فندم، احنا ابتدينا نكشف ما لقيناش حاجه، فقلنا نشوف القاعده بصوره نهائيه، فقلنا كل اللي مكتوب عليه رتبه عسكريه يتشال. عميد كليه الاداب. فهو كان مكتوب عميد، بس مكتوب عميد بس حتى مش عميد كليه الاداب، خدت الوظيفه عميد. فقول عميد يلا يتشال. عميد شلناه، منهم ناس متقاعدين بس ما كانوش شالوا، ما كانوش قالوا لنا انهم متقاعدين. ايوه. عميد كليه الاداب. فانا يعني من حرصنا على تنقيح القاعده القاهره في هذا الخطا. انت حضرتك اللي شطبته شخصيا. انا شخصيا رجع الي وانا قلت لهم اشطبوا، قالوا احنا مش متاكدين، قلت لهم كل من ليس متاكد ان هو ترك الخدمه انا كنت مكتوب عميد اشطب عليه. طيب ده ساعات المستشار بجاتو، شكرا، اتمنى لكم التوفيق. سؤال اخير بسرعه شديده، متى ستعلن نتائج الانتخابات النهائيه؟ ليس قبل يوم الاربعاء. ليس قبل يوم الأربعاء. متى سنطلع أو سنعرف يعني من الحصان الرابح؟ أول يوم الكوع، لأن القانون بيقول إن احنا بنسلم النتائج. أي. فأعتقد إن كل الفضائيات هتعرفها بعدين. يعني هتعلن النتائج في كل محافظة أو في كل لجنة في اللجان الفرعية هتعلن على الهواء؟ لا، هي إذا كانت هناك وسائل إعلام هتاخدها. أو يعني ستنقلها. يعني احنا وشطارتنا بقى نبتدي نشوف ده فاز هنا في كام وده فاز ونجمع ونطرح. شكرا. لكن رسميا هو القول ما ستعلنه اللجنه مش قبل الاربعاء، وانا بقول قبل الاربعاء لان احنا عندنا يوم الاثنين بطاقه نتائج اللجنه العامه تظهر. القانون بيدي اليوم التالي للطعن وبيدينا يوم للفصل فيه، فاليوم التالي يبقى الثلاث واحنا نصل يوم الاربعاء، فمش قبل الاربعاء او الخميس. شكرا سعادة المستشار حاتم بجاتو، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله وربنا يديكم القوة. نعود بقى للهندسة الوراثية، وكان تعليق معاك يا فندم. أنا عايز أأكد على أنه الكلام اللي قاله الدكتور برضو واللي معروف أنه كلام رئيس مجلس الشعب كلام غير موضوعي، لأنه حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكما منشئا، هو يكشف عن بطلان قائم. يعني المجلس، وانا قلت قبل كده كثيرا والدكتور يوافقني في هذا،
أننا في بهذا الحكم لم نكن نوابا منذ أن جئنا إلى المجلس. بس بيحدث انتم زعلانين ان انتم مشيتوا من مجلس الشعب خالص. يا سيدتي انا زعلان على الوطن. وانت عايز وطن يبقى فيه هيئات. قلت انا سعيد انه انفض المجلس. سياده النائب سابقا يعني كان في المجلس اكثر من مره بيهاجم انه كان ليه تصريحات متتابعه. أيوة. ليها علاقه بالمجلس. لا رفع القضيه ايه اللي فيها يعني. انا عايز بلدي تبقى كويسه. صحيح. أيوة. هو اقعد بالتزوير يعني ايه هي انجر فته الحاجة الثانية أنا عايز بس إيه أخاطب الناس ويعملوا ضميرهم. الهندسة الوراثية اللي أشار إليها الدكتور جابر هي التي أتت بهذه الكارثة، واللي أنا قلت عليها إنه أشار هي إليها عملية محاولة تغيير النظام، يعني جزء من شكل النظام كله في جعبة القوى الطائفية. وليس تغييره تغييرا كاملا. وليس تغييره وسرقته من الثوره نفسها. يعني زي ما تحط الخوخ على المشمش كده وتطلع فاكهه ما نعرفش اسمها ايه. لا يا ده البلد الخوخ والمشمش يتاكلوا، انما دي حاجه ما تتاكلش، دي مضره. وده الكلام اللي انا قلته ان الدكتور محمد يسري اشار اليه في حديثه في 29/8/2011. الفكره ايه؟ انه حصل اتفاق، ما نسموهش طواطئ، سميه اي حاجه تعجبك، انما اتفاق بين المجلس العسكري وبين القوى الطائفية التي بدت على السطح انها بديلة لشباب الثورة وجمهورها. وحصل اتفاق ان الدستور ده يأتي بجمعية تشكلها الاغلبية في البرلمان. ما دام بقت الاغلبية اللي في البرلمان هي اللي هتشكل الجمعية التأسيسية اللي هتجيب الدستور، اذا كان لابد من التسابق وانفاق المليارات وعمل اي شيء في الدنيا عشان لكي تاتي اغلبيه طائفيه تمتلك الاغلبيه في البرلمان. ومن هنا جاء الشعار اللي اترفع بعد كده انه احنا خدنا 70% فاحنا الشرعيه الثوريه، وما دام الشرعيه الثوريه البرلمان تبقى الشرعيه الثوريه بتاعت البرلمان في اغلبيه البرلمان، يعني في الاغلبيه الطائفيه اللي هي الاخوان والسلفيين. ده كانوا هيحققوا معاه وبهدلوه لما قال الشرعيه الثوريه للشارع وليس البرلمان. فاكر لما عمل جابوا لك السيخ المحمي. من هنا تيجي الكارثه الأخرى المحتملة، أنه فيما لو أعيد وضع الجمعية التأسيسية بيد البرلمان هيبقى فيه حرب لا هوادة فيها من أجل السيطرة على البرلمان طائفيا، وربما يبقى اقتصاديا بعد كده قوة اقتصادية تحاول تسيطر على البرلمان عشان تجيب الدستور بالشكل اللي هي عايزاه. ليه بقى؟ لان في جانب تاني فني. بعد ما بتعملي المشروع الدستور تقدمه للجمهور يا دكتور عشان الناس تثبت عليه، انت بتديهولهم بلاك يعني كتله واحده، يا يوافقوا عليها يرفضوا، وفي الغالب الناس ما العاديه ما بتبقاش قاريه الكلام ده، فبتروح توافق وبس. واصل الدستور وهيقول لك اللي يقول نعم واللي يقول لا. لا يعني مش هنتخب حسام عيسى ولا جابر نصار، هي كل حاجه واحده والسلام عليكم. عشان كده انا بحذر من انه يعاد وضع الجمعيه التاسيسيه بيد البرلمان على الاطلاق نهائيا، لا النهارده ولا في المستقبل. نمره اثنين، احنا عندنا قدره بس هي السؤال هنا حضرتك معنى كده ان انت بتقوله يا جماعه واحنا لسه هنستنى انتخابات البرلمان ممكن تبقى بعد 40 يوم وينتخبوا ونرجع لنفس المشكله تاني؟ ايوه ما احنا مش عايزين نرجع لها بقى كمان. لا احنا عايزين الجمعيه التاسيسيه تقرر دلوقتي. أيوة. وخلاص نعرف مين اللي هيكتب لنا الدستور وبعدين يبقى اعملوا برلمان على كلام. يعني الاثنين دول يا دكتوره كلام يعني ان البرلمان ما ياخدش ده نهائيا لا دلوقتي ولا في المستقبل، عشان برضه ما يبقاش ده. طب مين اللي هيكتب اختيار جمعيه تاسيسيه؟ اما انه يختار مجموعه من الشخصيات العامه تقعد مع بعضها تقدم هي 100 شخصيه، مش هقول هم اللي يجوا، هنجيب يا ست ادي اثنين ثلاثة هم انا براهم ما هيش مشكله. وفي مجموعه لا ازاي انت اول واحد معلش في مجموعه اخرى من المحترمين في كافه المجالات، وفي ناس حايزه على جوائز عالميه وعلماء في الداخل وعلماء في الخارج، وفي فلاحين وفي عمال وفي نوبيين وغيره وغيره، مجموعه حتى تقعد تقدم 100 اسم، وال 100 اسم دول يصدر بيهم اعلان دستوري ان دول الجمعيه التاسيسيه التي تضع الدستور عشان الناس توافق عليه. هذا حل. الحل الثاني اللي احنا قلناه استدعاء دستور 71، وانا عايز اقول للدكتور انه في مواد في الاعلان الدستوري نفسه
بتقول انه استنى مش فاكر ايه دستور 91 ما زال قائما حتى الان. لا لا موقوف هو سيادتي انا عارف انه موقوف لكن ما زال قائم. يعني من الممكن اللجوء لي خلينا بره اللعبه دي خلينا بره اللعبه دي وخلينا عند الجامعات التاسيسيه ان من الممكن بالطريقه دي انه تختار مجموعه من الشخصيات العامه من اتجاهات مختلفه تقعد مع بعضها تقدم للمجلس الاعلى او رئيس الجمهوريه القادم ال 100 اسم اللي يصدر بهم قرار بهم الجامعات التأسيسية. طيب نكتب على الشاشة بسرعة ونعرض على الشريط اللي على الشاشة ده لمشاهدينا. احنا عايزينكم تكتبوا لنا اسماء يعني 100 اسم 400 اسم كل واحد يكتب الاسماء اقترحوا اسماء ناس انا يعني احنا عايزين الجمعيه بمقتضى المجلس العسكري احنا عايزين ناخد نبض الشعب يعني احنا مش بنعمل الاول يا اما تتعين يا اما تنتخب أيوه. تعيين الجمعيه احنا بس عايزين نعرف نبض الشعب هيقترح اسماء مين احنا مش بنتدخل في العمليه الانتخابيه ولا الدستوريه احنا عايزين نعرف منكم اسماء اقتراح باسماء من هي الشخصيات التي تقترح انها تقوم على كتابه الدستور وهنعمل اكتشاف كده مع نبض الشعب المصري وبكره نتابع معاكم ان شاء الله وعندنا اربع اسئله في وصل صوتك النهارده من يقف وراء الاقلام ذات الحبر المتطاير ولماذا احنا عايزين نعرف مين اللي عنده العقليه الابتكاريه في محاولة نشر التزوير بطرق ابتكارية هل تعتقد أن المخالفات الانتخابية لصالح المرشحين عمل منظم أم عشوائي لماذا أقر وزير العدل قرار الضبطية القضائية هل هو بديل عن قانون الطوارئ وهل تعتقد أن المجلس العسكري سيظل في الحكم حتى 31 يونيو أسئلة مهمة جدا عايزاكم تردوا علينا عليها وحنتابع ردودكم النهاردة وبكرة إن شاء الله إلى جانب سؤال الأسماء 30 يوم ما فيش 31 يونيو مين اللي قال 31 يونيو 30 يونيو طيب مين اللي يعني كان انا بس عايز اقول حاجه انه لا يعني طيب فكره ممكن تقول حاجه بعد الفصل طبعا احنا عايزين نقول علاقه بين الكره والمجلس التحرير عنوانها الرئيسي بيقول الثوره بره الصندوق النيابة تحقق مع مسؤولي المطابع الأميرية في خروج بطاقات مسودة لصالح مرسي وشفيق زي ما قلت لكم الأخبار صوت الشعب بين مرسي وشفيق المصري اليوم توابير الاختيار الصعب خبر من موقع الوطن بيقول فتح تتهم حماس بينهم وبين بعض بالتدخل لصالح مرسي اتهم مسؤول في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس حركة حماس بالتدخل في انتخابات الرئاسة المصرية وربط المصالحة الفلسطينية بما ستؤول إليه نتائجها وقال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن حركة حماس تنتظر نتائج الانتخابات المصرية لأسباب تتعلق بانتمائها الفكري والسياسي وهي تعول وتعلق أمالا كبيرة عليها وأضاف مقبول أن وسائل إعلام حماس تروج لأحد المرشحين في إشارة إلى محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين ونحن بطبيعتنا لا نتدخل في الملف العربي لأنه ينعكس علينا سلبا حسب قوله وحذر من تداعيات سلبية لتدخلات حماس في الانتخابات المصرية وأوضح القيادي في فتح أن حماس تتعمد أن تكون خطوات تحقيق المصالحة تتزن بالبطء انتظارا لنتائج الانتخابات في مصر وما ستؤول إليه الأوضاع فيها كنا عندك يا أستاذ طيب أنا بس حابب أن أقول أنه إحنا لو ربطنا الموضوع تاني ما بين اللجنة التأسيسية والانتخابات أو البرلمان اللي هيحصل في الانتخابات البرلمانية الجاية اللي إحنا منتظرينها هيبقى شبه اللي حصل قبل كده أنها تبقى الاستقطاب فيها زي اللي كنا بنشوفه هتتحول تاني لمعركة دينية على الدستور عشان كده أنا يعني أتمنى ويعني وده اللي كان يعني كنا بنقوله كلنا في الاجتماع إنه المجلس العسكري يصدر إعلان دستوري ممكن يتم الاتفاق على آلية معينة لاختيار اللجنة دي إنه يستشير إنه لكن في الآخر مش عايزين تاني الموضوع يترمي للبرلمان ومش عايزين انتخابات البرلمان تبقى قريبة
لان لو انتخابات البرلمان اتعملت قريب ولسه القوى السياسيه الوطنيه المدنيه ما يعني ما ما ما, ما نظمتش بقى نفسها وما بقاش في تيار وطني مدني واضح الملامح، ما اظنش ان نتائج الانتخابات الجايه هتختلف عن التركيبه اللي احنا كنا موجودين فيه. انا اتمنى ان الانتخابات على الاقل تكون بعد 6 شهور، واتمنى ان الدستور يتكتب اولا قبل ما يكون في انتخابات برلمانيه ولا ان يكون في برلمان في الحقيقه. يعني حضرتك كان ليك وجهه نظر من المقاطعه، لان الدكتور حسام عيسى من يعني كتله تصويتيه كبيره بتفضل المقاطعه عن اختيار احد المرشحين، وانت كان لك وجهه نظر وعايزين نسمع رايكم في المقاطعه ايضا. بص حضرتك، هو احنا النهارده عندنا يعني كتله منظمه كده كده هتنزل بغض النظر القوى الثوريه قطعت ما قطعتش، ابطلت ما ابطلتش، طالما ان تيار الاخوان قال انه هينزل انتخابات ونزل مرشحه، فالكتله المرتبطه بيه المرتبطه بالاخوان المسلمين والتيار السلفي وكل الجماعات الدينيه الموجوده كده كده هتنزل. وبالتالي يعني بتتبع اوامر معينه لانها هتنزل بالامر او هتنزل بالفتوى بحسب بقى سلفي ولا اخواني يعني. وبالتالي من وجهه نظري انا ان المقاطعه او ابطال الاصوات هيصب بشكل كامل في خدمة المرشح جماعة الإخوان المسلمين، ومش هيحصل الإخواننا اللي بيدعوا للمقاطعة أو إبطال الأصوات بنوا عليه القرار إنه ده هيفقد الانتخابات شرعيتها. ما ظنش إنه انتخابات الرئاسة عشان تكون شرعية مقيدة بعدد معين من المواطنين، ممكن يكون شرعية معنوية مثلا الإعادة بالذات. يعني في الإعادة ما فيش شرط، يعني مثالي لو نزل 1000 صوت هي فكرة إنه حاجة معنوية لكن غير مؤثرة على الشرعية الدستورية. يعني حاجة معنوية لكن الراجل ده انتخب مثلا ب 3 مليون غير اللي انتخب ب 20 مليون غير فدي ففكره المقاطعه انا في وجهه نظري هتصب بشكل مباشر عند الدكتور مرسي اللي هو مرشح الاخوان. ولما بيتقال انه من الناحيه الثانيه ان الفريق شفيق عنده كتله صوتيه والحزب الوطني واتباع الوطني وكذا، الحزب الوطني كان بينجح بالتزوير ما كانش بينجح بعمل شعبي، والكوادر بتاعت الحزب الوطني ما عندهاش من يعني المهارات التراكميه انها تحشد، يعني ما كانوش مضطرين ان هم يحشدوا الحشد ده. ومتهيألي لو كان في حاجه اسمها كوادر الحزب الوطني كان لما قامت الثوره نزلوا دافعوا عنه، يعني كان نزلوا في الميادين وكنا شفناهم يعني. فدي مش موجوده، فانا من الناس المؤمنه ان المقاطعه والابطال تخدم مرسي. رايكم ايه في الموضوع المقاطعه والابطال بسرعه شديده؟ لا، المقاطعه تعني التصويت العملي لصالح شخص معين. التصويت العملي للشخص يعني انت بتحرمي صوتك عن انه يروح للي انت عايزاه او لاقل الناس سوءا او للي ممكن يكون اقل ضررا من غيره. فالمقاطعه ما هيش عمل ايجابي. روحي وشوفي الاقل او الاكثر رضا او الافضل وادي له صوتك عشان ما تاخد تاني ما ياخدش صوت. وهنا الكلام اللي قاله الدكتور محمد دلوقتي هيبقى واضح، لانه في الاعاده لو في 10 اصوات قبل 9 اصوات اللي هياخد 10 هو اللي هينجح، مش هياخد 9 هو اللي هيسقط. وبالتالي خلينا نروح نحط اصواتنا ونحطها للي احنا شايفين انه ممكن يكون مناسب للمرحله القادمه التي هي من وجهه نظري ستكون قصيره قصيره قصيره، اما بزيارات من السماء أو بفعل بشري أو بأن تتجدد الثورة فتحدث أحداثا أخرى وربنا يكرمنا بحاجة من السماء. أستاذنا الدكتور، لا، هي المقاطعة المقاطعة فعل سياسي له دلالته وهو حق للناخب الذي لا يرى نفسه في هذا الخيار أو ذاك. فالانتخاب هو اختيار حر، ولذلك ان انت تزنقيني على خيارين كلاهما امر من الاخر حتى نفسيا قد لا. هقول لك زنقتك ازاي اذا كان في ده انتخبوا 5 مليون وده انتخبوا 5 مليون، ما هو يعني في 10 مليون نرجع من كتله تصويتيه انتخبوا الناس. نرجع ونقول ماشي، نرجع ونقول ان العمليه الديمقراطيه الانتخابيه ليست فقط التصويت في الصناديق. أنا ولكن مش رأيي ده الكلام اللي الناس بترد بيه، ولكن هي عملية شاملة تبدأ من الألف إلى الياء، ولذلك لا يمكن أن تختزلي العملية الديمقراطية الانتخابية في أن أنت تحط ورقة في الصندوق. بس في ما قبل ذلك وما بعد ذلك سؤال، فمسألة أن أنت بتحددي مسار للعملية الانتخابية بشكل أو بآخر على أساس تزنوني فيه، قد يكون الخيار
خيار المقاطعة نفسيا وسياسيا ووطنيا يكون خيار له دلالة. سؤال ابطال بيقولوا يعني ان ابطال الاصوات المبطلون، اصل في المقاطعون والمبطلون، المبطلون بيقولوا ان ابطال اللي بيروح بيبطل صوته لو وصلت النسبه ل 50 زائد واحد يبقى الانتخابات ده كلها غير صحيح. غير صحيح من الناحيه القانونيه، لانه في جوله الاعاده يفوز الحاصل على اعلى الاصوات ايا كان اعلى الاصوات، ولو صوت واحد. انما هناك فارق كبير بين شرعيه الرئيس التي تحددها نسبة التصويت وعدد الأصوات التي حصل عليها، وبين قانونية الانتخاب والنجاح والنتيجة. ولذلك قد يكون لما يكون، يعني أضرب لك مثال، الانتخابات في مجلس الشعب كان عليها حضور كبير جدا، في مجلس الشورى حضر 7%. ذلك لما نيجي نتكلم عن مجلس الشورى، هل تعريه اهتماما؟ هل تعتبريه مجلسا يمثل الشعب؟ لا يمثل، لا، بفضل النظر عن صلاحياته هو لا يمثل الشعب، لان احنا اتكلمنا كتير والحقيقه المشاهدين بيقولوا لنا احنا ما فهمناش حاجه منكم في النهايه، حيرتونا فيما يتعلق بالجمعيه التاسيسيه. يعني الخطوات اللي لازم تحصل دلوقتي اللي الشعب المصري يرى انها تكون 1 2 3 4، يتعمل ايه علشان في اطار ان في انتخابات رئاسيه، يتعمل ايه علشان خاطر نمشي بقى في طريق صح، ما نرجعش نحط العربه قدام الحصان ونقول ودنك منين يا جحا. دي في الحقيقه الخطوات استطيع نحاول نقولها بقى، السيناريوهات اللي مطروحه دلوقتي ان التوقع، ومين اللي هيكتب الاعلان المكمل؟ لا، مين هيكتبه؟ مين اللي هيكتبه؟ مين هيكتب؟ من سوف يكتبه يسأل في المجلس العسكري، الذي إلى الآن لم نعرف من كتب إعلان 30 مارس 2012، كلها تخمينات. نحن نعرف من أعد تعديلات 19 مارس، إنما لا نعرف في الحقيقة كل هذه المصايب التي تأتي يعني متتابعة في المرحلة الانتقالية. لا نعلم من الذي يشير بها ومن الذي يصممها، يعني نعلم من وافق عليها، بس خلي مش خلي من بس حقنا يعني نسأل مين اللي كتب. لا، مش على التعديلات، أنا بتكلم على، مش من حقنا نسأل مين اللي بيكتب التعديلات. الاعلان الدستوري لم يطرح للاستفتاء، احنا نعرف. ماشي مفيش مشكله، كون ان هو، طب ليه ما بيقولوا لنا؟ ما هو الان احنا في مرحله انتقاليه عشوائيه، يعني بمعنى اصح ان اللاعبين الاساسيين يعني بمعنى اصح، لو جينا نمثل على ماتش الكوره، الكوتش اللي بيدرب او الكوتش اللي بيحرك المرحله الانتقاليه، احيانا الذي يملك القدرة على التغيير في مربعات المرحلة الانتقالية ليس هو اللاعب الأساسي اللي موجود في صدارة المشهد. يعني وجدت مثلا أحكام القضاء هي لاعب احتياطي بيدخل في آخر ربع ساعة يغير ترتيبات المشهد. يعني حدث ذلك، يعني العلاقة بين القضاء وكرة القدم. حدث ذلك في الحل الحزب الوطني، في حل المحليات، في حل التأسيسية. يعني كنا دائما نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره اللاعب الأساسي في العملية الانتقالية والمسؤول عن إدارتها، إنما كان يحجم عن اتخاذ القرارات المؤثرة في المسألة. أيضا وجدنا أن لاعبا احتياطيا لم يكن في صدارة المشهد وهو المحكمة الدستورية العليا في لحظة واحدة، زي ما كان حسن شحاتة بينزل محمد ناجي جده بيخطف جون وفزنا بالبطولة في الدقيقة الأخيرة، بنجد أن المحكمة تتصدر المشهد وبتصدر احكام بتعيد ترتيب المرحله الانتقاليه. يعني المحكمه الدستوريه هي جده بقى، يعني حاجه انا بنمثل بس، يعني اللي جاب الجون في اللحظه الاخيره، جاب الناس جون في اللحظه الاخيره، فعمل فاحدث حراكا في المرحله الانتقاليه. نحن الان يجب ان نتعلم من الاخطاء ونحن ندخل على مرحله انتقاليه جديده، قد يتم تسليم جزء من السلطه الى الرئيس المنتخب ايا كان هذا او ذاك، ولكن المجلس العسكري سوف يظل في صداره المشهد باعتبار انه ما زال له اختصاصات بمقتضى الاعلان الدستوري 30 مارس. رجع بلغه الكوره يا فندم، بلغه الكوره، وقت اضافي قد ايه للمجلس العسكري؟ لا اتصور هياخد وقت اضافي 6 شهور. لا 6 شهور، لا اتصور يعني وقت اضافي 6 شهور. القضيه مش الوقت، القضيه انه هو يصرح اذا استمرينا فيما سبق. ما فيش حلول، الواحد يصاب بالياس ويشوف له بلد ثانيه. هي ايه؟
انك تبدا بالدستور الان. صح. ايوه. اذا لم تبدا بالدستور فالعبث مستمر. هذه تمام. رساله للمجلس العسكري. لا يتعلم صح. مما سبق. صح. كل النكبه اللي احنا فيها اننا لم نبدا من الاصل الطبيعي. الدستور بيحدد علاقات القوى مش بس السياسيه والاجتماعيه وزاره الدكتور والاقتصاديه وال عندنا برلمان مش عارفين يقدر يقول لي الجنزوري بخ ولا ما يقدرش. عندنا ليش كتالوج؟ مفيش خالص. عندنا مجلس عسكري ما يعرفش اذا كان يقدر يحل البرلمان ولا لا. لو حصل خلاف بين حل الخلاف بين الحكومه والبرلمان بيحل بطريقتين، اما بحل البرلمان او باقاله الحكومه، مفيش حل ثاني. وعشان كده بندي حق الحل وندي في نفس الوقت البرلمان حق سحب الثقه من الحكومه. مش موجودين دول، دول اساسيين مش موجود، لان ما فيش دستور. مش عارفين ايه سلطات الرئيس، مش عارفين ايه سلطات البرلمان، مش عارفين ايه النظام الاقتصادي بتاع البلد. كل شيء مفتوح على مجهول في 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 بلد حالتها الاقتصاديه بالغه الخطوره. الدستور بيحدد كل هذا، معالم التاريخ بيحدمها، فاحنا داخلين في سكه معالمها غير واضحه. كيف يمكن ان يحدث غير ما حدث؟ بالدستور. اللي حدث هو ده. اذا لم نبدا بالدستور فالعبث مستمر، وبقى الحاله دي بقى خلاص الواحد زهق وينسحب ويروح يشوف له حاجه يعملها في اي حاجه غير الاضافه. يعني حضرتك احنا الدستور اولا، نرجع بقى نقول الدستور اولا. طبعا بديل والجمعيه التاسيسيه. طيب يعني هقول لحضرتك حاجه. احنا دلوقتي المجلس العسكري هيسلم في 30 يونيو زي ما كان راسم في خريطه الطريق، واللحظه اللي احنا فيها دي اللي ليه سلطه اصدار اعلان دستوري هو المجلس العسكري. يسلم رئيس الجمهوريه. وهيسلم له ايه؟ هيسلم له سلطات التنفيذيه اللي كانت مع يستبقي السلطات التشريعيه، ومش هيستبقي، هيعطي له حتى السلطه التشريعيه. وده كان بيحصل لما حصل في اظن في سنه 90 لما تم حل البرلمان. ما هو رئيس الجمهوريه وقتها اخذ السلطه التشريعيه ولحين، ما هو ما بياخدهاش مطلقه، هو بياخدها لحين ما يتم اعاده الانتخابات وانتخاب برلمان جديد، وبيصدر قرارات بقوه القانون زي ما حصل في سنه 90. لكن ما هو يعني انا دلوقتي هقول، هل المجلس العسكري من حقه ان يصدر اعلانا دستوريا مكملا؟ المجلس العسكري هيصدر اعلان دستوري مكمل يكون فيه صلاحيات الرئيس ويكون فيه اللجنه التاسيسيه. انا اتمنى ان يكون فيه اسامي اللجنه التاسيسيه، وهينتقل لرئيس الجمهوريه صلاحيات التنفيذيه اللي اخذها الجنزوري مع السلطه التشريعيه بشكل مؤقت لحين انتخاب برلمان. واتمنى ان الانتخابات البرلمانيه على الاقل يكون قدامها 6 اشهر على ما نشوف القوى المدنيه الوطنيه دي يبقى يعني هو الجنزوري. انا عايزه بس اقول لكم ممكن اخد منكم الربع. انا شايف انه عنده سلطه اصلا. مفيش. لا لا كم ايه يا راجل اللي عندك؟ كان معاه ده الناس ناسيه ان عندنا رئيس حكومه. يعني هم كل ما تفتكر كل الناس تتكلم عن المجلس العسكري، انت عمرك قعدت واعتبرت انه رئيس الوزراء يعني ركن من اركان القوه في المجتمع المصري؟ ما عشان الدوله كانت دوله رئاسيه. طب ممكن بس اقول لكم التجربه الصغيره اللي احنا ابتديناها وهنستمر معاكم بكره بقى، هنناقش الاسماء اللي انتوا هتقولوها. انا عايزه تسمعوا كده بسرعه شديده الشعب المصري رد فعله ايه. هتلاقوا في مثلا 5 ردود متفقين، ما عرفوش بعض، متفقين على بعض الاسامي. حضرتك شفت البرادعي، حسام عيسى، الحريري، جورج اسحاق، ابراهيم درويش، ده واحد. ابراهيم درويش، يحيى الجمل، حسام عيسى، جابر النصار، تهاني الجبالي، نهى الزيني، محمد نور فرحات، ده واحد. احمد زويل، احمد الزن، سليم العول، معتز بالله، يحيى الجمل، كمال ابو المجد، ابراهيم درويش. بصوا بتتكرر الاسامي ازاي. بصوا يا جماعه، الشعب المصري مش عارف مين الناس المحترمه عنده. ابراهيم درويش، احمد زويل، فاروق الباز، محمد البرادعي، حسام عيسى، علاء الاسواني، جابر النصار، محمد الجوادي، مأمون فندي، محمود عاشور، فاروق جويده، محمود ياسين، حمدي انديل، ناصر امين، خالد علي. انا مش مصدقه. تهاني الجبالي برشحها. يعني في دقيقه الشعب المصري اجتمع على 4-5 اسامي على الاقل يا دكتور. ما هو الدكتور كان لسه بيقول ان الشخصيات اللي موجوده يعني في مصر اللي عندها قدره تعمل ده معروفه. الموضوع مش صعب. مهم اللجنه. بس انا عايز اقول كلمه اخيره. انه ال 100 شخصيه بس الحته دي، ال 100 شخصيه مش لازم يكونوا فلان وعلان وعلان، المهم تكون لجنه مستقله وفي الحقيقه لا تنتمي الى الاحزاب ولا يسيطر عليها اتجاه معين في التصويت على مبدا التمثيل الوطني. تقدر تعمل دستور، وممكن ان هي تجيب لجان فنيه جنبها وتعمل الدستور. دي كانت كل اللجان اللي عملت دستور محترم. اتفضل. الاستاذ ابو النجا
المحرزي برلماني سابق بيقدم لكم كلكم التحيه شخصا شخصا نفر نفر، وبيطلب اعلان دستوري باسماء الجمعيه التاسيسيه. مش فاهمه انا عايز اقول لو سمحتي. هو شرط ايوه اعلان مش دستوري بالمعايير يعني. مش بالمعايير بالاسماء مباشره. شكرا استاذ ابو النجا، اتفضل. قبل ما نخلص لو سمحتي انا عايز احذر الذين صنعوا الكارثه في الفتره السابقه من انهم يكرروها تاني، وهم المثلث الثلاثي الحزب الوطني العسكر الفلول الطائفيين اللي هم الاخوان والسلفيين، وانه كل اللي تم خلال الفتره اللي فاتت ديت غير قابل للاستمرار. اذا البعض متصور ان الشعب المصري هيتنه متحمل ده ومش هيخرج للشارع يبقى واهم، لان الناس خلاص نفضت ايديها منهم. دي نقطه. النقطه الثانيه انه احنا نستطيع اننا نعمل الجمعيات التاسيسيه في خلال 24 ساعه او 48 ساعه الاسامي اللي تطلع بيها قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبالتالي تكلف انها توضع الدستور. عندنا طبعا اشكاليه اخرى قائمه انه في خلال يومين ثلاثه هيبقى في عندنا رئيس لازم يطلع، يا اما في دستور معمول باشراف العسكر وانا لا افضل هذا، او انه بياخد اعلان تكميلي اللي هو الاعلان الدستوري التكميلي لعند اللجنه ما تعمل الدستور بتاعها ويستفتى عليه، وبعد كده يتعمل الانتخاب بتاع مجلس الشعب في خلال اسبوعين. لكن في كل الحالات هناك نداء لازم يوجه للقوى الوطنيه انها عليها انها تستفيد من التجربه السلبيه بتاعت الفتره اللي فاتت، عليها انها تتوحد مع بعضها. كل القوى المدنيه الديمقراطيه ايا كانت تلويناتها، يساريه ليبراليه ديمقراطيه المسيحيين المصيب في الخارج، كل الذين يريدون الخير لهذا الوطن عليهم ان يتكتلوا وفق التصريح او الكلام اللي كان بيقوله الدكتور حسام قبل كده اللي كان مطروح وكان مفترض الاخوان يمارسوا او يشاركوا معنا فيه، ان احنا نعمل قوائم واحده موحده للشعب، وقائم موحده للشورى اللي هتتحل باذن الله قريب، وقائم موحده للمحليات، وناخد موقف واحد نقدم برنامج انقاذ. وبرنامج الانقاذ في مثل هذه الظروف بيبقى سهل جدا، ما هوش معقد لانه اموره بسيطه، ويبقى بسرعه بقى عندنا دستور، عندنا مجلس شعب، عندنا مجلس شورى، عندنا محليات، عجله الانتاج تدور، لانه كل الاستثمارات المعطله والمتوقفه وكل حاله الارتباك اللي عند الناس، انا متصور البلد ممكن تنفجر في خلال ايام او اسابيع، ولو انفجرت هيبقى الناس غير قابله لا لاستمرار المجلس العسكري ولا التحالف الشيطاني اللي جاب الكارثه اللي احنا موجودين فيها. والثوره المصريه هتحاول انها تخلق لنفسها قياده مستقله زي ما حصل في تونس، وتحيد الجيش جانبا وتاتي بقوه اخرى. هنا سوف يحاول الإخوان وغيرهم أنهم يتصدوا لكي ينتزعوا الصدارة، في هذه المحاولة هيواجههم بقوة أخرى هتصدهم، وهيبقى في حالة من العنف. الذي ينقذنا من هذا سيناريو مخيف. طبعا مش متشائم بقى يا دكتور جابر، ده سيناريو طبعًا. مخيف. الذي عليه ان ينقذنا كما ورطنا في هذا هو المجلس العسكري بالاستجابه لكل الكلام اللي اتقال دلوقتي، جمعيه تاسيسيه خلال ايام، اعلان دستوري يعطي صلاحيات معينه لرئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يؤدي اليمين امام الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا، الانتخابات تتم خلال شهرين، يكون في خلالهم برضه الدستور اتعمل، تستقيم الحياه، نبدا نشتغل، والا علي لا تتم الانتخابات الا بعد ما الانتهاء من كتابه الدستور. مش عايزين نخش في النفق الاول تاني. المجلس اذا خد حق صح ان هو يجيب الجمعيه او يحط الدستور سوف يبقى الى الابد مجلس صراعي مميت قاتل، عشان اللي جايين فيه بالاغلبيه هيتصور ان هم اللي هيصيغوا كل المجتمع. يبقى بعد الدستور. بس ايه رايك بقى انه قال لك الدكتور ابو حامد قال المجلس هيجي هو هو تاني؟ لا لو اتعمل خلال لازم عليه. لو خلال 40 مفيش انت عايز وقت الناس تاخد نفس حضرتك تتعرف على الشخصيات. الان مفيش قوى وطنيه مدنيه عندها قواعد شعبيه حقيقيه او كوادر عقديه منتشره في مفيش مواعيد لاجراء الانتخابات. مفيش مواعيد لاجراء الانتخابات في الاعلان الدستوري، ولذلك ليس هناك التزام. قالوا هيعملوا في الاعلان المكمل ده هيقولوا ميعاد الانتخابات بعد الدستور، لان انا عندي الانتخابات التي ابطلت بالمحكمة الدستورية العليا تكلفت مليار و600 مليون جنيه، يعني هذه الانتخابات تكلفت من الموازنة العامة لدولة
تجد يعني إشكالية في توفير لتر البنزين ورغيف الخبز مليار و600 مليون جنيه، كانت تبني مساكن، كانت تعمل وظائف. أنا بعد 6 شهور كمان أعمل انتخاب بدون دستور ولا، ومن ناحية تانية لا يمكن، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة على ذات القانون الانتخاب، لأن قانون الانتخاب ده بيؤدي في الحقيقة إلى أنه الأكثر تنظيما الذي يحصل كل المقاعد. صحيح. لابد من العودة إلى النظام. وحضرتك قلت الهندسة الوراثية وشكل الدوائر المتسع اللي يستحيل على فرد واحد. هل يتصور أن في دائرة انتخابية تكون محافظة؟ ما الذي يستطيع أن ينجح فيها إلا أنه لا قاعدة في كل شارع في كل حارة. ولذلك الآن لابد من تغيير قانون الانتخاب بقانون انتخابي عادل. بس مين اللي غيره بقى؟ مكمل ولا دستور؟ لا لا، دستور جديد يطلع بمرسوم في اطار الدستور، هيتخذ انتخاب اخر بعد يبقى احنا اتفقنا انه رقم واحد انه دستور. جمعية تأسيسية ودستور، كتابة الدستور وبعدين تتم انتخابات البرلمان بعد كده. بس وضع الرئيس بقى هيبقى ايه في الفترة دي؟ لا، الرئيس هيمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري 30 مارس والإعلان الدستوري المكمل الجديد. مفيش اي مشكلة. حضرتك تعلمي ان المادة الخامسة من قانون الانتخابات اللي بناء عليها تم حل البرلمان اللي كان مصممين عليها في مفاوضات قانون الانتخابات كان الإخوان المسلمين والدكتور مرسي شخصيا، وانا فاكر انه هو اللي اصر ان الاحزاب تدخل في الانتخابات تنافس على التلت أيه الفارد. لأنهم كانوا عايزين يضمنوا أغلبية التلتين وأجل عشان الجمعية عشان التأسيسية، يعني عايز أقول لحضرتك يعني عشان الدستور. إنه فكرة إنه القوى السياسية اللي هتنافس في الانتخابات هي اللي تقعد تتفاوض على شكل القانون، أكيد هتصيغه الصياغة اللي تخدم بقاء الجمعية التأسيسية بيد البرلمان لغم دائم في جسم الوطن المصري. صحيح صحيح. طب والجمعية الحالية دي هتحل يا جماعة؟ مش موجودة. منطوق الحكم اللي جه من المحكمة الدستورية أنا كاتب وما ترتب عليه من آثار. لا 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 لا، هل الجملة دي تخص القوانين والتشريعات وكده؟ لما ترتب وصل له حل البرلمان اللي هو يعني انتهاء البرلمان وليس مش حل، مش لا اعمال البرلمان قبل اعمال والقوانين. لا لا، دي مسألة مش فيها انما هي ولدت سفقنا. ميتة بذات العيوب التي ولدت بها الجمعية الاولى. يعني استاذ ابو العز لخص لنا الخريطة بالظبط. الإدارية العليا لما قالت ان حكم المحكمة الإدارية يحال الى الموضوع القضاء الإداري اقرت المبدأ، يبقى اقرت مبدأ انه لا يصلح الجمعية التأسيسية يبقى فيها اعضاء مجلس الشعب. ولذلك لتاني مره وضع فيها اعضاء مجلس الشعب، مش بقى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ملزم بانه يصرف النظر عنها لانها باطله قانونا وقضائيا. مش محتاجه يعني مرافع. ما عندناش جمعيه تاسيسيه، مش محتاجه زي الاول. مش محتاجه مرافعه ولا تعب قلب. ليه؟ لان في مبدا قضائي. زي ما هنعمل الطعن كده على الشورى في خلال ايام هيتحل باذن الله. طب واعمل طعن على التاسيسيه هو محلول. لا محلوله مش موجوده. لا في اراء بتقول لك هو اخواننا دول ما عندهمش خبراء يستشيرون في القانون وفي يعني بيكرروا نفس ما دي اللي احنا انا بحس ان كاني واحد يعني عشان كده انا سالت مين ما بياخدش نفسه. ليس صحيحا، ما بياخدش نفسه. ليس صحيحا ان الجيش المصري، بلاش الجيش المصري، انا بتكلم على اخواننا السيدي يعني كانوا الجماعه بتوع الخليج لسه الحكايه عندهم خام. كانوا بيبعتهم يا جماعة بعتوا لنا 2-3 خبرة في الدستور، نبعت 2-3 خبرة. الجماعات المصرية لو قعدت ساعة واحدة هتطلع لنا دستور متكامل هتنتقي فيه أفضل ما فيه 54 و23 يعني ده كلام. يعني دكتور عبد المنعم بتقول لنا عندك فكرة اسمها الخصائص المتقاطعة لاختيار تأسيسية الدستور، ابعتها لنا على الويب سايت. الحقيقة يعني في تفاعل من المشاهدين وأنا شايفة الأسامي بتتكرر. الحقيقة الشعب المصري أذكى من أي مؤسسة من المؤسسات اللي قدامنا دي. في الدقائق الأخيرة الأستاذ أبو العز قلت لنا الترتيب الأولويات اللي احنا عايزينها، ودكتور حسام هل لك تعليق أخير؟ أنا بس عاوز أقول للناس اللي بتروح تنتخب، أي أخطر ما فعله البعض من الكتاب هو أنهم لخصوا الديمقراطية في صندوق الانتخاب. وهذا كلام لا معنى. أنا عاوز أقول حاجة بس واحدة. جان جاك روسو هو بيعرف الإرادة العامة والمصلحة العامة قال الإرادة العامة لا تعبر عن المصلحة العامة إلا إذا بنيت على معلومات صحيحة. لأنك لما بتيجي تصوت وإنت ما عندكش معلومات فلا يمكن تصويتك يؤدي إلى المصلحة العامة. فإحنا لما رحنا
يعني قضية المعلومات دي مهمة جدا. لما رحتوا الناس تصوت في استفتاء 19 مارس لم يكن أحد يعلم من ال 14 مليون إيه الموضوع اللي احنا بنستفتى. أيوه صحيح. هل هنشيل الإسلام من البلد زي ما قالت الست اللي بتجي لنا في البيت؟ يا خبر. قالت لي صحيح عاوزين يشيلوا الإسلام من البلد. هل صحيح أن الأقباط والصليبيين سيجاءوا ليحكموا مصر ويطردوا المسلمين؟ هذه العربدة كانت دي إيه علاقتها دي بالديمقراطية وإيه علاقتها بالمعلومات؟ فقضية المعلومات مهمة. المعلومات تعني إذا النزول للناس النزول للناس اديهم وقت عشان الناس تعرف إيه الموضوع بالضبط. تعلم الناس ما معنى الدستور، ما معنى إنه التكفير ده جريمة، معناها استبعاد، معناها بداية للفاشية، معناها استبعاد الآخرين. الديمقراطية ليست صندوق الانتخاب، واللي بيتصور أنه كسب صندوق الانتخاب فأنه وصل بالطريق الديمقراطي هذا ليس بالضرورة صحيح في هذه الأمثلة، إلا إذا بنيت على معلومات صحيحة، وده ما بيحصلش غير بالنسبة للأكثر 10 أو 15% من المصابين. مش معنى ذلك إن مش مهم الصندوق، الصندوق مهم جدا، إنما بالإضافة إليه في قضية المعلومات، قضية أن تعرف اللي انت بتصوت عليه، ودي بتفترض شيء اخر صحيح. ان تبقى بتصوت على 8 مواد والناس فاكره انك بتصوت على مصير الاسلام في هذه يا دكتور صحيح. حسام اذا كان السلطه القائمه وكثير من المشاركين بالتنفيذ ما لهمش مصلحه في اتاحه المعلومات على المثقفين وقاده الراي والاحزاب والاعلام تحديدا أن يطرح حلقة. قضايا المعلومات الخاصة بالحياة العامة كل شوية والإعلام الناس بتخبط فيك كل الناس بتخبط فيك وإحنا بنحاول أنا لو عندي قناة خاصة كنت عملت حاجات كثيرة بالشكل ده والله وأنا برضو الأخذ الوقت أنا بس عايزة أقول إن في اقتراح لطيف قوي قال اختاروا على قد يعني اقتراح على قد قال اختاروا 5 شخصيات لا خلاف عليهم وهم اختاروا 95 التانيين كان في راي بهذا المعنى والله جميل والله وريحونا مادام مش مختلفين على الخمسه سيبوهم يختارونا ال 95 طيب معلش يعني دكتور حسام ما ينفعش تبقى موجود معانا وما تقولناش اخبار اموالنا المنهوبه ايه والله اموالنا المنهوبه أيوة. يبدو انها ضاعت الى الابد لا اله الا الله انا بدعي انه اي من المرشحين اللي هيجوا ايوه لن يكون لن يسترد مليم من الأموال الموجودة في الخارج. البرلمان بقاله كذا شهر لم يفعل شيئا. أيوة. لم يصدر قانون واحد أيوة. يتعلق بتشكيل لجنة حقيقية تسترد الأموال. المرشح الآخر بديهي أنه بيعتبر مبارك مثله الأعلى لا يمكن سيطارد أموال عائلة مبارك. يستحيل ولا أتخيل. وهو كان رئيس وزارة أنا وجهت له 5 نداءات عن طريق التلفزيون المصري. أقول له في عرضك قبل تقول الفلوس قبل ما تنتقل كتير. وتروح في حتة تانية أصعب اطلب تجميد هذه الأموال. كانت سويسرا جمدت بناء على طلب اللجنة الشعبية يوم 13 مارس جمدت لم يفعل شيئا الفريق شفيق مش ممكن الرجل اللي بيعتبر مبارك مثله الأعلى بيعتبر الرجل محكوم عليه ب 25 سنة مثله الأعلى سيسترد بلاش علاقة أنا بدعوش للآخر بل اتنين أسوأ من بعض أيوة أسوأ من بعض فيش صمت أنا قلت هذا اختيار بين الكوليرا والطاعون ولم أختار بين الكوليرا والطاعون أنا بقول إنه أموال مصر إن شاء الله هترجع بس بعد 3000 سنة بس البنك الدولي طرح فكرة يا دكتور حسام في البنك الدولي طرح فكرة إنه الاعتماد على إقرار الذمة المالية يؤدي إلى الإقرار يعني أنا قدمت إقرار الذمة المالية وقال عندي 1,000,000 جنيه اتضح إن أنا عندي 100 مليون يبقى 99 دولة كسب غير مشروع وقال ده من حق الدول انها تاخده وتحاكم الناس بدون ما تعمل اجراءات مسبقه بانها تحاكمه وقال الكلام ده متطبق في 83 دوله وانا قدمت الكلام ده لمجلس الشعب لكن حزب الحريه والعداله يستحيل يعملها يستحيل دول لم يعملوا ولم يهتموا دول اساسا يعني كان الأعمال. ممكن يلا يا دكتور جابر أنا في الحقيقة أرجو وقد كتب علينا أن نعود إلى مرحلة انتقالية جديدة أيوة. أن نبدأها بكتابة, بكتابة دستور جديد أيوة. نصحح به أخطاء المرحلة السابقة أما التمادي في الخطأ وأيضا انتخاب برلمان جديد دون كتابة الدستور فنفس الحلقة المفرغة للأخطاء وفي الحقيقة أيا كان الرئيس القادم فأنا في تصوري أنه هو رئيس مؤقت لن تطول حياته حياته كثيرا
إذا كتبنا دستور جيد يسهل علينا بعد ذلك تكوين برلمان ديمقراطي وفق قانون انتخابي عادل. المشكلة الأساسية أن المرحلة الانتقالية السابقة كانت توزيع مغانم، فجاءت القوانين لتكرس توزيع المغانم في المرحلة الانتقالية السابقة. لأنه الناس تصورت أو بعض اللاعبين الأساسيين في المشهد الانتقالي تصوروا أن فصيلا ما يملك مفتاح الميدان يفضيه ويملاه، ولذلك جاءت القوانين في الحقيقة يعني عرجاء إجابة لهذا الفصيل عرجاء وغير عادلة وغير منطقية، ولا يمكن أن تصنع برلمانا ديمقراطيا. ومن ثم فإن قواعد اللعبة الديمقراطية يجب أن تتغير. أول هذه القواعد أن يكون هناك دستور يصون السلطات ويحفظ، يجي بعد كده أي فصيل يحكم في إطار هذا الدستور لا يمكن في الحقيقة أن يغير وجه البسيطة في مصر إلى ما يريد. أيضا أيا كان الرئيس الذي سوف نذهب إليه فيجب أن تغلي يده تماما عن التأثيرات الإيجابية أو السلبية في صناعة الدستور. يجب أن يكون صناعة الدستور صناعة مستقلة عن الرئيس القادم وعن المجلس العسكري وعن وأن أي سلطات من سلطات الدولة، لأنه في الحقيقة أن يرمى بالدستور في حجر إحدى السلطات الموجودة في الدولة الفاعلة. الدستور هو حق للمحكوم وليس للحاكم، هو قيد على الحاكم فلا يصنعه الحاكم إنما يصنعه المحكوم. ولذلك في الحقيقة يجب أن تترجم تشكيل الجمعية التأسيسية هذه القيمة أن المحكوم هو الذي له حق في الدستور، أما الحاكم فهو الدستور يقيده ويأتي موظف عند الشعب في دستور ديمقراطي. أما إذا رجعنا تاني إعلان دستوري يعمل لنا انتخابات مجلس الشعب ثم بعد ذلك نرحل صناعة الدستور إلى ما بعد انتخاب مجلس الشعب، فنحن ننتج في الحقيقة مرحلة انتقالية يعني بايظة زي اللي باظت والمصريون دفعوا ثمنها أكثر من 2 مليار و600 مليون جنيه ثمن الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وكلاهما كرس المر. فنحن نريد دستور جديد في مثل هذه الحالة، يبقى في الحقيقة المر اللي احنا تجرعناه قد يهون في سبيل ان احنا بنضع دستور جديد للدولة المصرية. اما اذا اعدنا انتاج ذات المرحلة الانتقالية فنحن بنتلاعب باقدار الشعب المصري. أنا يعني أخيرا أتمنى أنه يعني ما بعد السنة ونص والأكتر دول اللي مروا بالنتائج اللي كلنا مش راضيين عنها ديا أن المرحلة الجديدة يكون فيها مبادئ مختلفة، أتمنى أن يكون فيها مصارحة ومصالحة أكتر من إقصاء. يعني احنا كنا بنتكلم طول السنه اللي فاتت بلغه اقصائيه، فاتمنى ان اللغه اللي تحكمنا خلال المرحله القادمه يكون فيها مصارحه ومصالحه. اتمنى واحنا بنتعامل مع كل موقف زي موقف الانتخابات ده ما نتعاملش خارج اطار حاجتين، الواقعيه والامكان. الواقعيه انه احنا فعليا في انتخابات وفعليا في شخصين الشعب المصري مطالب ان هو ينزل ينتخب منهم. لو حصل ان احنا اخذنا موقف زي المقاطعه او الابطال اذا كان ليه مردود ايا كان المردود ده هو ايه امين نعمله، بس لو ما كانش ليه مردود يبقى يعني انا شايف ان الكلام عنه هيكون في اطار الرومانسيه السياسيه اكتر منه الحاجه العمليه اللي تكون موجوده على الارض. يعني اتمنى انه ما يتسابش الموضوع تاني لمفاوضات ما بين القوى السياسيه بالذات فيما يخص اللجنه التاسيسيه، لاني على بخبره سنه ونص من المفاوضات مش هنوصل لحاجه. واتمنى ان المجلس العسكري يصدر اعلان دستوري بتحديد اسماء اللجنه التاسيسيه. شكرا جزيلا. في مشاهد مهم قوي بعت لي القايمه اهو، حسام عيسى، عبد الجليل مصطفى، زكريا عبد العزيز، تهاني الجبالي، البرادعي، زويل غنيم، يحيى الجمل، وابراهيم درويش. وهذا هو المواطن المصري الاستاذ ابو العز الحريري اللي كتب لي القائمه بتاعته في اخر لحظه من البرنامج، وانا بزود عليها ابو العز الحريري اهو. شفت بقى على سبيل المثال. شكرا لا احنا نزود عليها اساتذه القانون الدستوري العظام اللي في البلد كلهم. ايوه وانا لا وجابر جاد نصار طبعا. أيوة. الراجل اللي رفع الدعاوى بتاعتنا واللي قاد كل شيء في مجلس الدوله. هذا الدستور العظيم والله العظيم. انا بتعلم منه كل يوم وبحييه في هذا المكان. هو رجل من انبل ابناء مصر. انا بحييه وبحطه في راسي. انا بقول وقلت للدكتوره هالة قبل كده اذا شكلت جمعيه مستقله ومحايده ولا تخضع للتجاذبات الحزبيه انا هقف على بابها خدام.
مش عايز ابقى عضو فيه. بيشرفني ان يكون معانا دايما هذه النخبه من المواطنين الشرفاء بحقه حقيقي، ونفتكر بكره عندنا يوم مشهود اخر في تاريخ مصر، واحنا رايحين لصناديق الانتخابات نفتكر ان الشعوب تستحق حكامها.